ما بنقدر نحن نشوف كل الله دفعة واحدة، ما بتقدرش. يعني إذا بتشوف عملة إلها جهة هيك وجهة هيك، ما بتقدرش تشوف الوجهين بنفس اللحظة، بتشوف إما الوجهات أو الوجهات، ما بتقدر تشوف الوجهين. فالله بتشوف جهة ثم ناحية أخرى ثم ناحية أخرى ثم ناحية، كل واحدة أجمل من الثاني ضمن الإله الواحد. عم نحكيش عن تعدد آلهة، عم نشوف نفس الإله الواحد عم نشوفه بطرق أخرى.